تواصل قوات غرفة عمليات غضب الفرات تقدمها من محوري سلوك وعن عيسى في الرقة بعد أن تمكنت من تفجير عربة مفخخة لداعش في نهر البليخ، وتنصب جهود قوات غضب الفرات على محاولة تطويق بلدة تل السمن في الرقة بهدف إسقاطها ناريا عبر محاصرتها من عدة محاور، إذ وبعد سيطرتها على مضخة المياه غرب البلدة حاولت التقدم نحو قرية الهيشل الواقعة في شمالها ونحو قرية خنيز الواقعة في شرقها. في غضون ذلك نزح أكثر من 5000 شخص خلال 5 أيام من انطلاق عملية تحرير الرقة. المتحدثة باسم حملة غضب الفرات أفادت بأن الأهالي يعبرون من الجبهات إلى مدينة عين عيسى الواقع على بعد 50 كيلومترا من الرقة عبر ممر خاص فتحته قوات سوريا الديمقراطية. معي من الحسكة العميد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. هل من إضافات جديدة على الخبر هذا الذي تحدثنا عنه عن المحاور التي تقدمت بها قوات سوريا الديمقراطية؟ مساء الخير لحضرتك للسادة المشاهدين. مساء النور. اليوم تم تحرير قرية الشبل ومحطتي المياه والكهرباء، تقع 15 كيلومتر جنوب شرق بلدة عين عيسى، وفي عنا تحرير طبعا قرية الخبر التي تقع كمان 25 كيلومتر جنوب غرب القنطري من جهة جبهة سلوك. حتى الآن الموضوع في قرية الهيشة لسه لم يتم التأكد من عملية التحرير، إضافة أني في عنا احنا طبعا مقربة من قرية خنيز الوسطاني، كمان من المؤكد أن تتحرر بأي لحظة هي وقرية الهيشة. هي أحدث تطورات بالنسبة لحملة غضب الفرات. طيب، هل من معلومات ربما أو تفاصيل من حضرتك تفيدنا بها فيما يتعلق بأهمية هذه القرى التي نتحدث عنها اليوم تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية، ومعلومات عن الوضع الإنساني لو سمحت فيما يتعلق بالأعداد التي نتحدث عنها، أعداد النزوح؟ نعم، أنت بالنسبة للقرى، نحن الحملة الأولى للغاية من تحرير كافة الريف، ريف الرقة خاصة من الجهة الشمالية. من المؤكد اي قريه يتم تحريرها بيؤدي الى ان قواتنا تقدم بشكل اسرع باتجاه مدينه الرقه. حاليا فاذا نحن المرحله الاولى هي تحرير كافه الريف، راح يتم عمليه تحرير ومن ثم راح يتم في عزل مدينه الرقه ومن ثم تحرير مدينه الرقه. فاذا الاهميه تقع من ناحيه تقدم قواتنا باتجاه مدينه الرقه. طبعا نحن حاليا في المحاور حاليا عم يشتغل فيه الرفاق، طبعا حاليا عم بيشهد تطورات تحرير. عندنا اكثر من تقريبا عشرات القرى والمزارع تم تحريرها، اضافه لتحرير اكثر من 150 عائله. طبعا في عندنا نحن مقتل 150 ارهابي من داعش، هذول ضمن نحن فتحنا ممرات انسانيه مثل ما تفضلت الذكر حضرتكم لخروج ابنائنا واهلنا اهل ريف الرقه ومنطقه الرقه. حاليا نحن في عندنا مجال ان نستعوضهم ضمن اماكن مخصصه لديهم. طبعا نحن وجهنا في نداء انساني للمنظمات الانسانيه ومنظمات حقوق الانسان، تعنا باللاجئين، تعنا يعني يساهموا معنا قدر الامكان، لان امكانياتنا محدوده. تساعدوهم في الخروج الامن؟ وطبعا نعم، المساعدات نعم. محدوده طبعا نحن إمكانياتكم محدودة، لذا تطلبون المساعدة وتساعدوهم على الخروج بشكل آمن. إلى أين يتجهون؟ لمناطق اللي بنقوم بتحريرها. طبعا نحن الاماكن اللي عم نقوم بتحريرها فورا، هذه المحورين هذول عم بيشهدوا نزوح، الاماكن عم نقوم بتحريرها، عم نامن المواطنين. في طبعا في بلدات عم نقوم بتحريرها، قرى عم نحاول قدر الامكان ان يكون في تنظيف للالغام. نحن كنا بنعرف تنظيف داعش الارهابي يزرع الالغام بكميات ضخمه، بعد ما تم عمليه التطهير عم نسمع بعض الارهابي للقرى المحاصره. سؤال أخير سمحت لي سيادة العميد، الهدف الأكبر من هذه المعركة طبعا الوصول إلى الرقة بالريف من خلال تحرير هذه القرى، ما أكثر الصعوبات التي تواجهكم؟ الصعوبات هي مثل ما نحن بشكل دائم نحن نتعامل مع هذه، هو المفخخات اللي بيقوم هو بتوجيه اتجاه قواتنا، إضافة للألغام، وخاصة فيما يتعلق نحن المواطنين نكون حريصين اشد الحرص على ان ما يستهدفون من خلال الارقام التي يقوم بزراعتها، لان تنظيم ارهابي لا يفرق ما بين المقاتلين وبين المدنيين. هذه الصعوبات نحن حاليا عم نواجهها. نعم. من ناحيه تقدم قواتنا تقدم بشكل ممتاز،
وقادرة إن شاء الله على تحقيق النصر على هذا التنظيم. أنا أشكرك جزيلا من الحسكة سيادة العميد طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية.